صوت لوحده تماما. ويمكن الفيلم ده هو اللي عرفنا بيه على بعض يعني. وفيلم يعني مكتوب صعب جدا, مش اي مؤلف يقدر يكتب الاحداث اللي داخله في بعض في السنين المختلفه دي. وبقول له مبروك, وبقول للاستاذ هاني خليفه مبروك, وبقول لكل الكاست مبروك والانتاج, وان شاء الله فيلم يعجب الجمهور. بس والله احساس دلوقتي لسه ما اعرفش يعني ردود الافلام, ناس بتبارك ومبسوطه, بس انا يهمني برده ردود افعال الجمهور العادي جدا اللي هو مش في العرض الخاص بس. فانا لسه هستنى ردود افعال الناس بقى من بره ان شاء الله. اللي خلاني اقبل سكر مر ان هو مختلف عن اي حاجه عملتها قبل كده, والحمد لله ان حاله عيش ايجابي بعد سكر مر على فكره, ومختلف تماما عن سكر مر. فاتمنى يعني يا رب يكون ربنا وفقني ان انا اقدر اعمل الدور بالشكل المناسب. الحمد لله الناس مبسوطه, ويا رب الناس تروح تتفرج على الفيلم اللي ما شافوش. لا انا مبسوط, الناس مبسوطه الحمد لله. قولي اول حاجه هاني خليفة والكاتب صاحبي, وانا كنت ماضي معاه فيلمين قبل كده, فمحمد عبد المعطي كمان انا عارف بيكتب ازاي, فحسيت ان الاثنين مع بعض هيعملوا حاجه كويسه. والله انا سعيد جدا, وانا كنت متفائل من الموضوع لان الفيلم حلو جدا, وهاني عامل شغل جامد جدا, وكل الممثلين عاملين شغل كويس, وكل الناس بتمثل كويس, والفيلم القصه حلوه جدا يعني. محمد عبد المعطي مظبط الموضوع حلو جدا. كنا بنقعد مع هاني وبروفات وعادات وكده اهو, فكنا بناخد ديتيلز كويسه من هاني يعني, وهو كان بيقف معانا في وقت التصوير يعني مصور ممكن 24 ساعة بس, من طلع شغل كويس في الآخر. يعني أنا دايما فكرة اللي احنا بكرة مش عارفين هيحصل ايه, ونيفر نو, دايما شغلاني, ودايما شغلني فكرة ان عندنا احداث سياسية ملخبطة, فده اكيد كان هيأثر على العلاقات, هيأثر على حياتنا الاجتماعية. فالرفليكشن ايه اللي حصل ده مع ده, فطلع علينا اللي عندنا. انا اخويا وصاحبي قبل ما نكون بنشتغل مع بعض يعني, طبعا عرفنا مع بعض من الشغل, بس العلاقه بقت خلاص احنا اصحاب واخوات. بقول له شكرا جدا ان انت طلعت السكريبت زي ما كان المفروض يطلع, ما كانش هينفع يطلع احسن من كده. وبقول للناس العشر ابطال اللي معانا كل واحد قام بدوره على اكمل وجه, وثانك يو ليكو, والحمد لله ان عجب الناس ده معاك. والله كنت بدور على حاجه بقى حاسسها واصدقها يعني, يمكن اكون زودتها شويه, بس ان شاء الله خير. انا مش حاسس انه في حته من سهر الليالي, ده احساس انا الشخصي بس. هو نفس المخرج اللي بيشتغل على كابلز يعني. انا مثلا لما الناس بتقف تتخانق بيبقى ليهم طريقه معينه في دماغي, بس هم ناس غير الناس, ودنيا غير الدنيا, وموضوع تاني, وايقاع تاني, وكثافه تانيه, موضوع مختلف يعني.